اللي قلبه مهموم، اللي قلبه مغموم، اللي عنده ذنوب، اللي عنده عيوب، اللي عنده هموم ومو عارف فين الطريق، اليوم كلنا عرفنا الطريق. يوجه القلوب لله سبحانه وتعالى. خلاص لا تتعب قلبك، لا تتعب قلبك دام عرفت الطريق. اقبل على الله سبحانه وتعالى، اقبل على كلام الله، اقبل على بيوت الله عز وجل، اقبل على الله. فمن اقبل على الله اقبل الله عز وجل عليه. موسى عليه السلام كريم الله، يكلمه الله عز وجل ويكلم الله. في يوم من الايام جاء موسى عليه السلام للقاء الله ولسماع كلام الله سبحانه وتعالى، فلما سمع كلام الله قال ربي ارني انظر اليك، يا رب ابغى اشوفك. فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يا موسى في الدنيا ما راح تشوفني، لكن شوف الجبل هذا اذا استقر مكانه، اذا جلس مكانه خليك تشوفه. فلما تجلى ربه للجبل، يا شباب تعرفون ايش معنى تجلى ربه للجبل؟ يعني الجبل هذا الجبل الشامخ راى من الله مقدار الانفل، مقدار الانفل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين. تعرف موسى على الله لما راى هذا الجبل، بمجرد ما شاف من الله سبحانه وتعالى قد الانفل اصبح كثيف من الايمان. موسى عرف من هو الله وتعرف على الله ووجه قلبه لله، فاقبل على دين الله يبلغه وينشره حج اداء فرعون، واسلم معه من اسلم، وامن معه من امن. مشي موسى عليه السلام وخرج مع قومه مع الناس اللي امنوا حتى وصلوا الى هذا البحر، البحر الاحمر. فلما وصلوا عند البحر خلاص ما عاد في طريق، البحر قدامه وفرعون وجنوده وخلفه. اصحاب موسى لما شافوا البحر وشافوا فرعون وجنوده ايش قالوا؟ قالوا انا لمدركون، خلاص انمسكنا، خلاص انقتلنا، فرعون ورانا والبحر قدامنا. موسى ايش قال؟ قال كلمة واحدة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله معايا، الله بينصرني، الله بيهديني، الله بيهديني. ليه؟ عرف من هو الله. فقال له الله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك البحر، فضرب بالعصا البحر فأصبح البحر فرقتين، فرقة في اليمين وفرقة في اليسار، البحر أصبح مثل الجبل. مشي موسى عليه السلام في البحر في طريق يبس حتى نجاه الله عز وجل. دخل فرعون وقومه فأطبق الله عليهم البحر. اللي يتعرف على الله، اللي يقبل على الله، اللي يسأل الله، أقسم بالله أقول له من هذا المكان لا تشيل هم الذنب ولا دنيا. أي واحد يقول أنا معذور لكن أنا مخربها، أنا ما أصلي، أنا بعيد، أنا مشرك، أنا عصيت، أنا فعلت. ربك الله الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.